الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. إذا في الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال التمرين 3 من الكتاب المدرسي كيتعلق بالدرس ديال القوى. هنا عندنا جد مربع 3 أس 3 ضرب 1 على 2 جد مربع 2 أس 5 ضرب جد مربع 2. هنا عندنا أ أس ناقص إن فهي كتساوي 1 على أ بين قوسين أس إن أولا 1 على أ أس إن. إذن اللي جينا هنا غتعطينا هي جد مربع 2 أس 3 ضارب هذه واحد على إن. إذا غتعطينا هي جد مربع 2 أس ناقص 5 ضارب جد مربع 2. هنا عندنا أس 1. عندنا القوى عندهم نفس الأساس كنحتفظو بالأساس كنجمع الأسس. إذا 3 زائد ناقص 5 زائد 1. إذا غتعطينا هي جد مربع 2 أس 3 زائد ناقص 5 مجموع عددين هما إشارتان مختلفتان نحتفظ بإشارة العدد لأبعد المسافات ثم كنديرو فرق المسافتين. 5 ناقص 3 هي 2 زائد 1 تساوي جد مربع 2 أس ناقص 2 زائد 1 اللي عنده أبعد مسافة هو العدد ناقص 1 كتساوي 1 على جد مربع 2. إذن 1 على ناقص 1 1 على جد مربع 2. هنا عندنا العملية الثانية تاني 2 أس 5 ضارب 2 أس ناقص 3 أس 2 ضارب 10 أس 2 ضارب 4 3 أس 4. هنا عندنا أ ضارب ب أس إن فهي أ أس إن ضارب ب أس إن بحال بحال. إذا غتعطينا هي 2 أس ناقص 5 بين قوسين أس 2 ضارب 3 أس ناقص 3 أس 2 ضارب 2 أس 10 ضارب 3 أس 4 ناقص 1 أس 1997. هنا هاد العدد 1 الإشارة ديالو فهي سالبة لأن عندنا الأساس سالب و أس عدد فردي. مباشرة عطاتنا هي ناقص 1 ضارب 2 أس 5 جدا هنا قوة أساتها قوة فهي 2 أس 5 ضارب 2 ضارب 2 أس ناقص 11. إذا غتعطينا هي الشيء هنا عندنا أ أس إن بين قوسين أس إم كتساوي أ أس إن ضارب إم قوة أساسها قوة. إذا غتعطينا هي ناقص 5 ضارب 2 ضارب ناقص ولا ضارب 3 أس ناقص 3 ضارب 2 ضارب 2 أس 10 ضارب 3 أس 4 لا ناقص 1 ضارب 2 أس 5 5 ضارب 2 هي 10 ضارب 2 أس ناقص 11. هنا كنلاحظو عندنا الضرب هنا يمكن نختزلو بهذا وهذا إذا غادي تمشي. إذا غادتنا هي 2 أس ناقص 10 ضارب 3 أس ناقص 6 ضارب 3 أس 4 على ناقص 1 ضارب 2 أس ناقص 11 كتساوي. إذا هنا عندنا هادي إذا 2 أس ناقص 10 هنا 3 عندنا نفس الأساس. إذا 3 أس ناقص 6 ضارب عفوا زائد 4 على ناقص 1 ضارب 2 أس ناقص 11 تساوي ناقص 2 أس ناقص 10 ضارب 3 أس ناقص 2 لا ناقص 1 ضارب 2 أس ناقص 11 تساوي عندنا نقدر نطلع لفوق عندنا هي 2 أس ناقص 10 ضارب 2 أس 11 ضارب 3 أس ناقص ناقص 2 هنا عندنا ناقص 1 نطلع فوق تولي هي ناقص تساوي ناقص ناقص 10 زائد 11 ضرب 3 أس ناقص 2 تساوي ناقص 2 أس ناقص لا أس 1 ناقص 10 زائد 12 أس 1 ضرب 3 أس ناقص 2
هنا إما غادي نخليها بحال هكا ولا نزيد نبسطها. إذا احنا مطلوبنا التبسيط احنا نبسطناها، يمكن نزيدو نبسطو. تعطينا هي ناقص 2 ضارب 1 على 3 أس 2 تساوي ناقص 2 على 3 أس 2 هي 9، ناقص 2 على 9. ثم عندنا العملية الأخرى سي، هي هذه. إذا عندنا 3 أس ناقص 4 ضارب 1 على 3، قلنا هي 3 أس 2 ضارب، هنا جدا قوتين لهما نفس الأساس، أو لا جدا قوة أساسها قوة. إذا عددنا هي ناقص 1 ضارب ناقص 2، عندنا 11 صفر هي 1 ضارب أي عدد أس صفر فهو كيساوي 1. عددنا 3 أس 5 ضارب 3 أس 4، إذا عددنا هي 3 أس ناقص 4 زائد 2 ضارب ناقص 3، عفوا هنا مكيناش ناقص، مكيناش ناقص، إذا 3 أس ناقص 3، إذا ناقص 1 ضارب 2 3، هنا 1 ضارب عدد مشي عندنا، عدتنا هي 3 أس 5 زائد 4، ناقص 4 زائد 2 هي ناقص 2 ضارب 3 أس 3 على 3، 5 زائد 4 هي 9 تساوي. إذا هنا عدتنا هي 3 أس ناقص 2 ضارب 3 أس 3، وهاد 3 أس 9 هي 3 أس ناقص 9 تساوي. إذا نفس الأساس، ناقص 2 زائد 3 زائد ناقص 9 تساوي 3، ناقص 2 زائد 3 هي 1، 1 زائد ناقص 9 هي ناقص 8. ثم عندنا العملية الأخرى، ندي 1 على 81 ضارب 1 على 9 ضارب هنا 1 على 9، إذا هنا عندنا 1 على 9 راه هي 1 على 81 هي 1 على 9 أس 2 ضارب 1 على 32 هي 2 أس 5 ضارب، هنا فرقنا 2 ناقص 1 أس 2 هي 1 على 9 أس 2 تساوي. لا يمكن نديرو هذا مع هذا، إذا غادي تينا 9 أس ناقص 2 ضارب 2 أس ناقص 5 ضارب 9 أس ناقص 2، إذا 9 ضارب أس ناقص 2 ضارب 9 أس ناقص 2 ضارب 2 أس ناقص 5 تساوي 9 أس ناقص 2 زائد ناقص 2 ضارب 2 أس ناقص 5، 9 أس ناقص 4 ضارب 2 أس ناقص 5، صافي كنبسطو. إذا هذا هو التبسيط ديالها. إذا عندنا دي، ثم عندنا مثلنا العملية الأخرى هي هذه. عندنا ناقص جذر مربع 31 أس 5 ضرب جذر مربع، إذا هي عندنا نفس الأساس، أس 5 زائد 7، إذا هي جذر مربع 31 أس 12. هنا عندنا جذر مربع 3 أس 5 أس 2، إذا هنا إلا عطينا شنو تعطينا هنا؟ إذا هنا عطينا إذا بسطنا عطينا جذر مربع 3 على 2 ضارب 5 على 5 على 2 بين قوسين أس 2 تساوي جذر مربع 15 على 4 أس 2 تساوي 15 على 4. ثم عندنا العملية الأخرى، جذر مربع 2 أس 3 ضرب جذر مربع، هنايا نفرقو أس إن ولا بي أس إن، مثلا عندنا أ بي، إذا عندنا أ بي أس إن هي أس إن ضارب بي أس إن، إذا غتعطينا هنا في هذه الحالة، لأن أس 4 ضارب جذر مربع 3، أس 4 ضارب جذر مربع 3 أس 6 على جذر مربع 3 أس 2 تساوي، يعني 2 أس 4 ضارب جذر مربع 3 أس 4 زائد
ستة عندي من نفس الأساس، نحتوي على الأساس مجموع المستويات. ضارب جذر مربع ثلاثة ناقص اثنين، لأن عدم في البسط في المقام طلوع البسط عندي الأس ناقص اثنين، يعني اثنان أس أربعة. ضارب جذر مربع ثلاثة أس عشرة، جذر مربع ثلاثة أس ناقص اثنان تساوي اثنان أس أربعة. ضارب جذر مربع ثلاثة أس عشرة زائد ناقص اثنان تساوي اثنان أس أربعة. ضارب جذر مربع ثلاثة أس ثمانية. هذا بالنسبة للتمرين الرابع. التمرين الرابع عندنا أ أس اثنان ضارب أ أس سبعة، جداء قوتين لهما نفس الأساس نحتفظ بالأساس ونجمع الأسين، اثنان زائد سبعة أ أس تسعة زائد سبعة يتسعود. هنا عندنا خارج قوتين لهما نفس الأساس، تعطينا هنا الأول اثنان ناقص واحد أس ثلاثة، أ أس ناقص واحد هي واحد بين قوسين أس ثلاثة تساوي هي أ واحد ضارب ثلاثة تساوي أ أس ثلاثة. ثم عندنا بي، عندنا أ أس أربعة ضارب أ أس خمسة ضارب أ أس ثلاثة، نطلع الفوق هي أ أس ناقص ثلاثة، كنحتفظ بالأساس ونجمعو الأسس، إذا زائد أ خمسة زائد ناقص ثلاثة تساوي أربعة زائد خمسة هي تسعود زائد ناقص ثلاثة، إذا كتساوي أ أس ستة، يعني جدا قوتين قوة أساسها قوة، إذا أ أس اثنان ضارب ثلاثة ضارب أ أس ثلاثة ضارب اثنان، إذا أ أس ستة ضارب أ أس ستة تساوي أ أس ستة زائد ستة تساوي أ أس 12. نفس الشيء غادي نبداو هادشي اللي عندنا داخل الأقواس، إذا أ أس اثنان ضارب خمسة ضارب أ أس ناقص اثنان ضارب سبعة بين قوسين أس ناقص واحد، إذا غادي أ أس عشرة ضارب أ أس ناقص أربعتاشر ناقص أس ناقص واحد تساوي أ أس عشرة زائد ناقص أربعتاشر بين قوسين أس ناقص واحد، جدا قوتين لهما نفس الأساس، إذا كتساوي أ أس عشرة زائد ناقص أربعتاشر هي ناقص أربعة، جدا قوتين جدا. هنا إشارتان ممكن نحتفظ بإشارة العدد لبعض المسافات، ممكن نديرو فرق المسافتين، أس ناقص واحد تساوي هي واحد هي أ أس ناقص أربعة ضارب ناقص واحد تساوي أ أربعة ناقص أربعة ضرب هي أربعة تساوي أ أس أربعة. ثم عندنا الحالة الأخرى تساوي نفس الشيء، هنا عندنا إكس أس ثلاثة ضارب ناقص اثنان ضارب إكس أس اثنان ضارب ناقص ثلاثة على إكس أس ثلاثة ضارب ناقص اثنان، إذا إكس أس ثلاثة ضارب ناقص اثنان هي ناقص ستة ضارب إكس أس ناقص ستة على إكس تظن هي ناقص ستة. أنا غنختزل الوحدة اللي هنا على الضرب، غتبقى عندنا هي إكس أس ناقص ستة، وبهذا نكون وصلنا للتصحيح ديال التمرين ثلاثة وأربعة من كتاب المدرسة المتعلق بالقوى. السلام عليكم ورحمة الله.